بونسوار احبائي المغتربين، انا كتير مرتاح انه عم بحكي معكم، لانه هيدي القضية من زمان نحن ناطرينا تنقدر نتواصل مع لبنان المنتشر. بعرفكم عن حالي بالاول، انا وليد نجيب الخوري، طبيب جراح، وعم بزاول مهنتي من زمان، وانا بعلم بعدة جامعات، وتخرجت من جامعات لبنان، وكمان رحت على باريس وعلى لندن وعلى امريكا، وتغربت مثلكم، تغربت مثلكم تا اتعلم وتا اكسب خبرات مكنتني من انه اقدر ارجع على بلدي باختصاص قوي، واقدر اعلم بالجامعات الكبيرة ببلدي. هالخبرة اللي اكتسبتها برا، مش بس اكتسبت خبرة علمية، اكتسبت خبرة كمان بكتير امور حياتية، لانه كانت ناقصتنا بلبنان مثل ما انتم بتكتشفوها بس تروحوا لبرا وبتعرفوا انه الدولة لها تأثير كتير كبير بحياة الانسان. نحنا كنا بفترة الحرب شفنا ويلات، انا كنت عم بتخصص بأوتيل ديو، وكل البشاعات الحرب الاهلية صارت بوقتها، وصرنا اخصائيين بجراحة الحروب يلي صارت للأسف كتير عديدة عنا، وصرنا حتى يستنجدوا فينا وتكنا بالغربة بالمستشفيات الكبيرة، بس يصير في كراش أكسيدنس كبار. نحنا كان عنا خبرة بكل تواضع بقول أهم من أكبر جراحين برا، لأنه تمرسنا بالحرب اللبنانية على الخبرة. اللي بيقولوا برا، يعني الدولة برا هي أساس مجتمع البلد يلي منكون فيه. نحن عشنا ببلدان حلوة مثل فرنسا وأمريكا، وعندها نظام. مشكلتنا بلبنان إنه لهلأ ما عم نقدر نلاقي صراحة نظام الدولة اللي نحن بدنا إياه. أنا بس رجعت على لبنان، رجعت أول شيء لأنه في حنين للبلد، أهلي كانوا هون، والدي توفى عمري 18 سنة، وأخوتي أصغر مني، كلنا عملنا أطباء وجراحين ببلد كان عم بيتخزق، وكلنا سافرنا طبعا، بس بالآخر قررنا كلنا نرجع، مع أنه كان في حوافز كتير تخلينا نبقى بالغربة. وما بعدلكم قديش الحوافز، لأنه بالغربة البلدان برا بيعرفوا قيمة الأشخاص، وبيجربوا يخلوا الناس اللي عندهم طاقات يبقوا بالبلد، بيعطوهم جنسية، بيعطوهم تسهيلات، بيصيروا يحسسون انه هن ببلدهم. انا ما بنسى قد ايه جاني عروض تبقى برا، انا واخوتي حتى هن كمان. هذا معناته انه بفتشوا اكتر على الانسان وعلى العلم اكتر ما انه شيء تاني، مش على المال. فاذا بالعلم وبالشخص اللي بيكون مقتدر علميا ممكن ننشئ ونكبر دولة. كلكم بتعرفوا انه امريكا، مش كل العلماء بامريكا جايين من امريكا، منو النيتيف امريكانز، يعني جايين من عدة بلدان، بس استهوتهم امريكا اول شيء لانه في دولة عم تهتم فيهم، وتاني شيء لانه ممكن يعيشوا احسن من بلدهم. بقى قدرت امريكا تبني منظومة علمية كتير كبيرة وتقدر تسيطر على العالم. فاذا الانسان هو الاساس. نحن بلبنان هالطاقات اللي منعلمها شبابنا، الشباب كلهم اللي بيتعلموا بالجامعات، ولانه ما في فرص عمل بيسافروا، هذا شكل مثل خطر على الاجيال القادمة وعلى لبنان، لانه اذا ما كان في تخطيط لهالموضوع هذا، كل هالامور البلد بيصير فقير، اقتصاده بينهار، وهذا اللي بيصير، اللي عم بيصير عنا. نحن قررنا نرجع مش لانه وطنيين اكتر من غيرنا، بس قررنا نرجع تنجرب نغير بصراحة. وانا رجعت بالاول على المدينة اللي هي بيروت بالمستشفيات الكبيرة اللي فيها، لانه كنت عامل اختصاص مرغوب
وبهم يعني عامل اشي جديدة فيه كتير كانت بوقتها، ما حسيت حالي انه عم بساعد الا وقت رجعت على منطقتي يلي جبيل يلي انا هلأ مرشح عنها كمان، ويلي درنا بالاخر نعمل مستشفى، كان مستشفى مناطقي بسيط صار مستشفى جامعي كتير كبير اسمه مستشفى سيدة المعونات بجبيل، يلي بفتخر انه انا كان لي دور بتطويره لمستشفى علمي اكاديمي من بعد ما انعمل كلية طب بالكسليك تصار مستشفى جامعي. كل هذا تقول انه بالاخر في فكرة اساسية مهمة كتير للبنانيين، للبناني اللي بده يرجع على بلده انه يعمل شيء لبلده. هلأ انا فت كمان مثل ما بتعرفوا بالسياسة بال2005، مع انه نحن كنا فيها بس من زمان على وقت والدي كان نائب بالسبعينات كمان، بس حسيت انه لازم نعطي للبلد اكتر واكتر. انا بال2005 فت مع تكتل تغيير الاصلاح مع العماد عون وترجع، لانه امنت انه هالشخصية الفزة يلي ما بيجي مثلها بالتاريخ عنده رؤية للبنان يلي أنا بحلم فيه وإخوتي وكل الشعب اللبناني اللي لحقه بيحلم فيه. هالرؤية ما أجت من عبس، هالرؤية هي جاية من قلب مؤسسة اللبنانية الأولى يلي أنا بعتبرها هي نبض لبنان وقلب لبنان، يلي هي مؤسسة الجيش اللبناني يلي كان وقتها قائده العماد عون، يلي عطت فكرة لبنان اللي كلنا منحبه واللي كلنا منحلم فيه كترابط طائفي وشعب لبناني واحد. من بعد ما فت يعني على التكتل تغيير الإصلاح بلشت اكتشف الرؤية اللي عنده إياها العماد عون يلي بده يبني لبنان القوي. نحن هلأ بإطار بعهد بناء لبنان القوي بعدة طرق. أنا عشت المسيرة من 2005 إلى 2018 يلي بتقول إنه نحن هدفنا نعمل مشاريع، نعمل قوانين، نفتش على إمكانيات إنه لبنان يصير قوي بكتير مجالات. معروفة إنه تكتل تغيير الإصلاح يلي باي ذا واي نجتمع نحن يمكن كتل الوحيدة بتجتمع مرة بالجمعة من سنة 2005، كنا برئاسة العماد عون قبل وهلأ برئاسة الوزير جبران باسيل، نجتمع بالفعل كل جمعة مرة كل التكتل يلي هو 20 أوقات 25 نائب. ليش؟ لأنه بدنا بوقتها نقدم نموذج لشغل الفريق. نحن كنا فريق وبعدنا فريق، وهالفريق فريق النيابة مكتمل بالفريق الوزاري، وعم نعمل قد ما فينا تنطلق لبنان بأمور بحاجة لها. أول شيء أساسيا لازم كنا هدفنا الاستقرار الأمني. مثل ما بتعرفوا مرقنا بمراحل كتير صعبة، فات علينا الإرهاب، نحن جربنا كل شيء تنقوي الجيش اللبناني. بتعرفوا اقتصادنا كتير خفيف، منه اقتصاد ممكن يستعمل ك يعني ينجاب مال ينحط بالأسلحة أو بأمور تانية. عنا قضايا حياتية ناقصة كتير، جربنا قد ما فينا نعمل قوانين تنقوي الاقتصاد. هلأ اعتبرنا انه لبنان عنده مشكلة كتير بنيوية، بلشت حديثة انه الدولة مش موجودة يعني كتخطيط. نحن هدفنا كنا نعمل دولة. هالعدم المشاكسات السياسية اللي كانت موجودة بيننا وبين غير افريقا عطلت الاندفاع تبع العماد عون وتكتل تغيير الاصلاح. تعرفوا كتير وعشتوا معنا عدة مراحل، كان في اضرابات، كان في
يعني امور ما بتخلينا نتقدم. عرفتوا شو عملوا شو نعمل بقصة الكهرباء بلبنان اللي هي موضوع اساسي لتخليص الاقتصاد من هالعبء الكبير اللي هو الدين العام. انتم بتعرفوا انه بال2005 لل2018 هلا عندنا الدين عم بيتفاقم بشكل مخيف، تقريبا صرنا 80 مليار دولار دين، والمشكلة أكثر هي خدمة الدين يلي عم بتروح عم تاخد من مال اللبنانيين بالضرائب، بس يدفعوا مالهم للضرائب عم بيروح تقريبا 30% من البادجت تبع الدولة على خدمة الدين، وهذا شيء يعني ما بقى فينا نكفي فيه إطلاقا. خدمة الدين أكثر شيء، والدين معمول أكثر شيء لأنه في عنا مشكلة كهرباء مثل ما حكينا. نحن جربنا نصلح، عملنا خطة كهرباء أقر المجلس النيابي، مجلس وزراء تبناها بال2012 لإنشاء معامل مثلا، عم بعطي مثل لإنشاء معامل وتحديد وتحديث معامل زوق ودير عمار، هذا كله كمان بالسياسة وقفوا لنا إيه. يعني اخترعوا قضايا غير منطقية وغير مجدية ووقفوا المشروع لبناء المعامل، فإذا لإنتاج الكهرباء وبعدنا لهلأ بلا كهرباء. يعني هذا شيء عم بعطيكم مثل بسيط بقلة التخطيط وين ممكن يوصلنا. وهيدي الكهرباء لازم تنعمل كان من 2000 ويمكن بال 1990، يعني من بعد ما انعمل اتفاق الطائف لازم حدا كان يحل قصة الكهرباء. كلكم تتذكروا بال 2005 بال 1000 يعني بال يمكن بال 95 الوزير جورج فريم مثلا يلي هو جرب يعمل شيء، بتعرفوا شو صار فيه؟ اقصوه. كنا نقول قبل انه يمكن لانه في سوريين، هون الخطورة اللي بدي وضحها، يمكن كنا نقول انه قبل لانه كان في سوريين من 2000 من 1000 يعني موجودين لحديت ال 2005 انه يمكن هذا طور يعني وجود السوري وتأثيره على الطبقة السياسية وتأثيره على الاقتصاد وتأثيره على الحكومة وتأثيره على الإدارات انه خلى انه هالامور تروح وتعطي هالمشاكل بلبنان. اكتشفنا انه بعد 2005 ونحن بالتكتل لحديت هلا، طيب هلا ما في سوريين، ما في مشاكل، ليش نحن بعد ما عم نقدر نبني دولة؟ فاذا نحن هدفنا من هالتكتل انه نقدر نبني دولة، من هيك صارعنا تا نقدر نكون بالانتخابات والشعب اللبناني لحقنا صراحة. يعني تعرفوا انتو كلكم تأييد الشعب اللبناني يلي خلينا نكون تاني اكبر كتلة بلبنان بهال القوة هيدي اللي عنا اياها، الدفع اللي كان عنا اياه، ما كنا نيأس، ما وقفنا، دايما كنا نصارع ونجرب نجابه بالمجلس النيابي بالحكومة وبوقفتنا تنجيب الرئيس القوي قبل ما ينتخب الرئيس عون. تعرفوا انه قضينا سنتين ونص لانه ما بدنا نجيب رئيس ما يكون يقدر يقود السفينة لمحل احسن بلبنان. بقى هلأ نحن باحسن عصر اذا بدكم للوضع السياسي بلبنان يلي في اتفاق بين مكونات الثلاثة بلبنان، الرئيس القوي يلي بيحتضن يلي هو بيمثل بيئته يعني، والوضع الشيعي الثنائي الشيعي يلي هو كمان بيمثل بيئته، والتيار المستقبل يلي بالمبدأ يعني رئيس حكومة يلي بيمثل كمان بيئته. فإذا هالتريو هالتلات مفاصل بالحياة السياسية اللبنانية اجتمعوا لأول مرة يمكن من عشرات السنين لإنقاذ الوضع بلبنان. نحن عنا أمل كبير أنه باتفاق على مثلا الإرهاب، استئصال الإرهاب، صار في اتفاق بالحكومة وبالرئيس مع رئيس جمهورية أنه يعطي إيده للجيش اللبناني تيقدر يتصرف بحرية، وعرفنا دغري بجمعة زمان الإرهاب انتهى بلبنان وعايشين نحن بأمان باستقرار أمني أساسي باستقرار اجتماعي حتى بقول. هلا ناقصنا الاستقرار الاقتصادي يلي هو مخليكم أنتوا تقعدوا برا. استقرار الاقتصادي مش بالبساطة بصير لأنه بده تخطيط كبير وعم نجرب نعمله، بده اقتصاد يكون منتج مش مش اقتصاد ريعي. اقتصاد الريعي تعودنا عليه، بتعرفوا كلنا منقول لبنان بلد السياحة وبلد الخدمات، اكتشفنا بالآخر انه ما بقينا لا سياحة ولا خدمات، بالعكس نحن هلأ بمنظومة يعني اذا بدكم اقتصادية خطيرة ما فينا نكفي فيها كتير لانه رايحين على هاوية. من هيك هلأ رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية متفقين انه نروح على سادر
يلي رح يمكن يعطي شوية ديون للبنان، شوية يعني أموال للبنان مشان تا يقدروا يعطوا بنى تحتية مقبولة للبنان، لأنه بدون بنى تحتية ما فينا نعمل فرص عمل ولا فينا نقوي اقتصادنا. نحن بعدنا بأول الطريق، هدفنا بتكتل تغيير الإصلاح إنجاز قوانين أساسية للبنان، منها اللامركزية الإدارية اللي هلأ موجودة بالمجلس النيابي واللي عماد عون هو تحديدا هو اللي قدمها. هدفنا نعمل ضمان الشيخوخة، يعني الأمور البديهية بكل مجتمع كمان نعمله، كمان هذا مشروع قانون قدمناه بتكتل تغيير الإصلاح كمان صار قريب ينقر بالمجلس النيابي. المجلس النيابي صار الكتل صارت متعاونة بين بعضها، لأنه بهمها كمان رفاهية واستقرار الشعب اللبناني. في أمور كتير عملناها مثل بالضمان الاجتماعي، مثلا الشخص اللي بعد ال 64 يعني بتقاعد، هو كان ما كان يحق له يكفي ضمانه، هلا صار يحق له يكفي ضمانه. هيدي امور حياتيه اساسيه للشعب اللبناني. بعد باقي لنا كثير اشياء مثل تحفيز الاقتصاد، محاربه الفساد. جربنا كثير لمحاربه الفساد بس ما كنا بالسلطه. انا باكلكم انه هلا نحن رايحين على محل ما ممكن بقى نقبل انه لبنان يكون بالمصنف 140 على 170 دوله، يعني بعد في يمكن شي دولة عربية ورانا، بس هذا مش مسموح. نحن بس نشوف البلدان، خاصة بلدان الخليج اللي كيف كانت وكيف صارت بأربعين خمسين سنة، ما بنقبل انه نضلنا نحن بعدنا بعهد الفساد اللي موجودين فيه. اكيد المستثمرين الاجانب او المستثمرين حتى المغتربين اللبنانيين يعني بس يجوا على لبنان عم بيشوفوا عم بيعانوا الامرين لهالموضوع. نحن بنعرف انه في كتير امور خاصة تكتلنا ماشي فيها بالنسبة للاغتراب. انتو بتعرفوا انه اكتر جولات الوزير باسيل عم تكون، يعني رئيس وزير خارجية عم تكون لبلدانكم وعم بيبروا مع الكل تقريبا، ما مخلى بلد الا ما عم بيزوروا، ما مخلى منتشرين الا ما عم بيشوفهم. عم بينعمل فورومات وعم بينعمل LDE بكل البلدان بكل الاقطار. هيدي كلها عم نقوم فيها نحن يعني بتكتلنا، لانه عنا فكرة اساسية انه هالمغتربين مش بس بدنا اياهم يجوا على لبنان يصيفوا او يعملوا زيارات خاصة عائلية، بدنا اياهم كمان يستثمروا بالبلد وبدنا نشجعهم تيرجعوا بالبلد. نحن عملنا قانون الجنسية مثل ما بتعرفوا، استعادة الجنسية لكتير من المغتربين من سنة 1920-25، هيدا مقر وخلص صار قانون. بقى انا بدعيكم انه بالفعل يعني تتأيدوا فيه وتجربوا قد ما فيكم تقولوا للمغتربين القديمين انه يرجعوا يستعيدوا جنسيتهم. نحن عملنا قانون لتملك المغتربين خاصة بلبنان، وعملنا لهم تسهيلات كتير كبيرة بالنسبة للسكن اذا بدهم يشتروا يعني مساكن بأسعار كتير مقبولة وكتير تطويرية حتى أحسن من اللي عم بينعطى اللبنانيين. هذا كله مش أنت نشد المغترب أنه مش بس بدك تجي لأنه أنت عم نستفيد منك أو مصري، أنت كمان فيك تستفيد من لبنان وفيك تعمل شيء، بس هذا كله بده إطار جامع يلي هو دولة. يعني هو بدك يكون في رؤية عند الحكومة اللبنانية انه وين بدنا نوصل بلبنان وخاصة باقتصادنا. انا اكيد انه بس يعرف المغترب اللبناني انه في يستثمر بلبنان ويرجع يأكد على استثماره انه رح يربح منه، انا اكيد انه مش عايزين حدا، لا عايزين مصاري من برا ولا عايزين مساعدات من الجهات المساعدة الدولية. بتصور اللبنانيين وحدهم كافيين. احنا بنعرف انه 8 مليار دولار بتيجي من الاغتراب اللبناني، وهذا شيء هو بينقذ الاقتصاد تبعنا. املنا انه نقوى اكثر خاصه من بعد ما كمان تكتل تغيير الاصلاح، كمان وزاره الطاقه عنا عملت انه في عنا نفط بلبنان وفي عنا غاز وفي عنا بكره انتاج لهالمادتين الاساسيتين لكل دوله بدها تتطور بشكل سريع. مشاريعنا كثيره صراحه، مشاريعنا كثيره، بس الشيء اللي عم قلكم اياه انه نحن كتكتل تغيير عم نعمل كل شيء جوات ان هاوس جوات وعم نطلقهم لوزرائنا تهني كمان بالحكومه يدافعوا عن مشاريعنا ويقدروا يكونوا رسل للفكر تبع الرؤيه اللي نحن عنا اياها.
هيدي رؤية العماد عون للبنان القوي، هيدي رؤيتنا نحن للبنان القوي. من هيك سمينا حملتنا هلأ الانتخابية لائحة لبنان القوي. نحن بجبال، في أنا، في استاذ سيمو أبي رميا، في الاستاذ ربيع عواد بجبال، بكسروان عنا خمسة كلكم تعرفون. هدفنا خاصة بجبال انه نحسن البنى التحتية بالمنطقة بشكل جدي، وهذا شيء ممكن جدا صار هلا. تكون صريح معكم، ما كان صار قبل، يعني قبل كان فيه شوي، بس نحن قتلنا وجبهنا كتير مثلا بمشروع حيوي جدا لمنطقة جبال هو سد جني. يعني سد جني بيعطي مشروع كبير تقريبا شيء 300 مليون دولار بكلف هنيك، وبيعطي لمنطقة جبال 8 ملايين متر مكعب. نحن عايشين بشح كامل للمي، 8 ملايين مليون مكعب لمنطقة جبال مش شغلة بسيطة، وفي 30 مليون متر مكعب عم يروحوا على بيروت وعلى كسروان. فإذا المشاريع مثل هاي ما على شيء، تكتل تغيير إصلاح قتل مش انت تصير وصارت. طرقات عنا، طرقات كتير هلا صارت مقبولة نوعا ما بجبال، عنا كتير طريق الدسين كمان، وزير بسيل وكل التكتل كان داعم لهالموضوع تيسير. عم بحكيكم بالإنماء لأنه في نحنا كنا جبال منطقة محرومة جدا، عم بحكي الجبيليين اللي هن بيعرفوها كلهم، وبعتقد انه عم بيصير في شغل كتير كبير، وخاصة هلا فخامة الرئيس عامل انجاز بمنطقة جبال. صار في تعيينات لستة من اهم الشخصيات بمهمة ادارات بالدولة، مثلا شركة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان هلأ بترأسها استاذ جان جبران من شامات. كازينو لبنان يلي هو كمان بيعطي للدولة مال، مسؤول عنه هلأ من بعد ما كان عم بيخسر، مسؤول عنه هلأ استاذ رولان خوري من فغال كمان من جبال. القاضي بيتر جيرمانوس يعني كمان تعين بالمحكمة العسكرية.